الرئيس الأمريكي أعلن وتحدث عن الأنتيفا والأنابيكيين الفوضويين من اليسار المتطرف اللي خلوا تلك الأحداث في حرق ونهب وسلب وأحداث فوضى في مقاطعة في ولايات متعددة في أمريكا، لكن أيضا لم يكن لوحده. نعم، علينا أن احنا نظهر الصورة كاملة. في فيديوهين رصدتهم وحطيتهم هي حتى على صفحتي، لقيت نسبة الانتشار بتاعتهم كبيرة جدا، فحبيت أعرضهم على حضراتكم خلال الحلقة. فيديوهين أنا مش هعلق، بس تشوفوهم وانتم اللي تعلقوا وتقولوا الناس دي بتعمل ايه والناس دي هدفها ايه، وايه علاقة حداد التكبير والعبارات الإسلامية أمام أقسام الشرطة بسان دييجو بولاية كاليفورنيا أو بولاية أخرى، وإقامة أحد الأشخاص بأفعال بهلوانية وهو يكبر أمام استفزازهم. أنتوا عايزين إيه؟ أو أنتوا موجودين ليه؟ أو بتهتفوا الهدفات دي ليه؟ يعني هل أنا ينفع أطلع مثلاً في تظاهرات وأقعد أقول بقوري مثلاً؟ يعني إيه الداعي لهتافات وعبارات إسلامية وتكبير في هذه التظاهرات وأمام أقسام شرطة وأمام رجال شرطة لاستفزازهم؟ خلونا نشوف الفيديوهين، هما مدتهم كلهم على بعضهم دقيقة، ونرجع لحضراتكم نحلل حادث حصل يوم 29 مايو الماضي لسيدة مصرية محاربة شقيقة داعشي قامت بمحاولة طعن لشرطي بولاية فلوريدا. نشوف الفيديوهين ونرجع لحضراتكم. صورة واضحة أمام حضراتكم، الناس دي بتعمل إيه في التظاهرات وبيستفزوا رجال الشرطة ليه، وردوا أمام أقسام شرطية ليه، ويفعلوا هذه الأفعال ويعلنون هذه العبارات ليه وإيه الهدف. فيها تانية ترمى رصدها للناس ملتحية وواضح لها يعني انتماءاتها، بتقوم بأعمال تخريبية، ولكن اكتفينا بدول لأنها دول فيديوهات صوت وصورة مش مفهومش أي شك تشكيك. السيدة بقى المصرية اللي حاولت تطعن ضابط شرطة بولاية فلوريدا هي آية ممتاز، وهي شقيقة الإرهابي الداعشي محمد ممتاز الذي اعتقلته الأسبوع الماضي الشرطة الأمريكية تحديدا من أسبوعين في ولاية فلوريدا، بناء على وصول استخبارات الـ FBI أن محمد الممتاز بيقوم بالتواصل مع داعش، مع تنظيم الدولة الإسلامية لإحداث أعمال إرهابية في الولايات المتحدة. سافر منطقة الشرق الأوسط ورجع في 2018، ومن ساعتها لحد 2020 بيحاول يتواصل معهم، وهم حاطينه تحت رقابة عشان يشوفوا هو بيفكر في ايه او عايز ينفذ ايه. فتم اعتقاله وقيده تحت تحقيقات، فتقوم اخته تنوب عنه بقى بالجهاد ان هي تروح تطلب مقابلته، فيجي شرطي يحاول يساعدها بشكل يعني حسن نوايا. لو الفيديو نقدر نعرضه وانا بتحدث لحضراتكم يفضل. شوفوا هي اللي قاعده ديت والشرطي جاي عليها، فمجرد بس بيقول لها يعني كان اي هيلب يو، يعني انا ممكن اساعدك. فخرجت من شنطتها سكينه طويله وحاولت تطعنه اكثر من مره، طلبوا معاه الشرطيين اللي كانوا موجودين في المكان لتامينه، ده كان جهه امنيه،
بالوقف، يعني وقف محاولة الاعتداء أو التهديد بالقتل للشرطي من خلال السكينة ولم تستجيب، فتم إطلاق رصاصات نارية عليها أوردوها قتيلة. وده طبعا يعني موقف أمني لا يمكن نشك فيه. ايه حتى، طب انت جاي امريكا ليه؟ طب ما عندكيش اي انتماء او رد جميل الدوله اللي انت جيت فيها وامنتك واكلتك وشربتك وعلمتك طب ما لو هي ما حققتلكيش كل دوت جيتيها ليه؟ يعني انا بستغرب من الناس اللي بتيجي دول، وياما منهم كتير في اوروبا، بيبقوا جايين سوريا ومن العراق ومن دول خلاص اتدمرت، واوروبا تستقبلهم، المانيا والسويد وفرنسا وتحتضنهم، وهم جوه الدول دي بيشربوا وياكلوا من خيرها، يقوموا يخططوا الافعال اعمال ارهابيه، ان كان سواء بالدهس او بالطعن بالسكين او بالقتل او بالتفجير. واحنا فاكرين الاحداث، احنا رصدنا كتير من احداث التفجيرات ودهس مره وطعن بسكين لشرطيين. الناس دي يعني ايه ده؟ يعني ايه التفكير ده؟ ده سامحوني يعني الكلاب اللي في ناس بتربيها في بيوتها اللي بياكلوهم ويشربوهم، عمرهم ما يفكروا ان هم حتى بس يهوهوا على اصحابهم او يعضوهم مهما شافوا. كلاب الحيوانات، طب ما بالك البشر اللي عندهم انتماء ولا عندهم اصل ولا عندهم رد جميل ولا عندهم اي حاجه، كما شفنا في المشهد بتحاول تطعن الشرطي اللي هو جاي يساعدها. ليه؟ عشان الشرطه حرام قبضت على اخوها اللي عايز يفجر البلد. لابد ان تقوم، مش أمريكا فقط، كل الدول في العالم بالذات اللي بتستقبل مهاجرين، تقوم بإعادة النظر، تقوم بإعادة التقييم، تقوم بفحص جيد جدا لكل، إحنا يا جماعة مصدر خطر، إحنا كعرب، لما بنقول إن إحنا عرب إحنا مش عرب أصليين، بس لما بتقول إن إحنا بنتكلم عربي أو بنتحدث باللغة العربية هم بيحسوا بالخطر الناحية. أي حد مصدر خطر حطوه تحت الرقابة، شوفوه إيه بيعمل، إيه بيفكر، في ايه بينفذ، لايه، لان ده مش للاسف مش مصدر امان، ده مش مصدر امان. اللي بقى جاي من بلده ومتعرض لكل الدمار اللي فيها وجاي في بلد تحتضنه ويفكر في افعال ارهابيه في البلد دي، يبقى ده ما ينفعش يعيش فيها، ما ينفعش يعيش فيها.